يعني الصحفي ما هوش ملاك، يعني مش كلمة صحافة أو إعلام هي رخصة للإنسان إن هو يفعل ما يريد، لكن حساب إنما داخل مصر بنرى إن الصحفي بيحاسب عما يكتبه، أنا مش شايف ده. أنا شايف إن الصحفي بيكتب بحرية، حتى اللي يتحدث بإيجابية بيتحدث عن قناعاته، هو حر. اللي بيتحدث بشكل فيه انتقاد بيتحدث عن قناعاته، يعني في حرية في الصحافة، حرية في الصحافة. حتى اللي بينتقد حتى بينتقد لصالح البلد او لصالح الاصلاح، ما نقدرش حتى نقول ان هو بينتقد وهو جوه مصر ومعانا وبيننا انه بينتقد ده بيهدم البلد، لا ده بيبني البلد، بس بيبني البلد بطريقته ان هو عايز يلقي ضوء على جانب سلبي عشان خاطر يتصلح، وده اللي المطلوب طبعا. فبالتالي دورنا كلنا ان احنا نقف امام هذه الدعوات. يعني ايه هي تصورات حضرتك لو عدلت بعض مواد الدستور، وهل حزب الوفد له انه يضع افكار في الموضوع ده؟ هي قضية تعديل الدستور قضية شائكة. انا واحد من الناس، يعني كرأيي الشخصي عدم الاقتراب من الدستور حاليا على الاطلاق. ليه؟ كلنا عارفين ان اللي بيتحدث عن تعديل الدستور بيتحدث على مدد الرئاسة، واللي بيتحدثوا عن تعديل الدستور مدة الرئاسة، احنا بنطالب ان مدة الرئاسة ما تبقاش 4 سنين، احنا عايزينها 6 وعايزينها 10 سنين عشان نقدر يبقى في فرصة ان سيادة الرئيس يعمل حاجة. ده رأيي. انا بختلف معاك في حاجة. اولا اذا كان كلنا متفقين على الرئيس السيسي، لكن توقيت الكلام عن تعديل الدستور ده توقيت خاطئ، لان الرئيس السيسي لسه واخد او بادئ في الدوره الرئاسيه الثانيه. خلوا ادوله فرصه ان هو يشتغل بشكل كبير جدا وهو حاسس ان دي اخر مده ليه، وخلينا نشوف في نهايه ال4 سنين ايه اللي هيحصل، الجهود اللي ممكن تقدم تقدم للوطن. احنا الرئيس عايز يشتغل وعايز يعمل شغل وعايز يثبت شيء في المده الثانيه، خلينا نتركه يثبت للشعب المصري يعني هو عمل ايه للشعب بشكل كبير. احنا قلنا ال4 سنين الاولانيه ما كانش تكفي، خلاص في 4 سنين ثاني نشوف الفتراتين دول ايه اللي هيتم فيهم. واكيد يعني معروفه ان لو الرئيس السيسي انجز الانجازات الهائله اللي احنا بنتكلم فيها، الشعب المصري نفسه هيخرج يقول له خليك معانا يعني بدون تعديل دستور يعني. انا طبعا بشكر حضرتك الكاتب الصحفي ياسر شورى مدير تحرير جريده الوفد على لقائك معايا النهارده وكلامنا عن الصحافه والاعلام. طبعا لازم كلنا